ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجدي وتوقعات الاسبوع الثالث لشهر يونيو لعام 2021. برج الجدي، احنا عندنا الاسبوع الثالث مهم جدا جدا. ليه؟ لان عندنا يومين مميزين بشكل كبير قوي، اللي هو يوم 16 ويوم 17. يومين القمر موجود في برج العذراء بيخدمونا كتير، حتى كمان ان كوكب عطارد اللي كان في حركه تراجع بقى في حركه اماميه، فبيدي تاثيرات مميزه جدا بدايه من يوم 21. طيب احنا عندنا الاسبوع ده ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بيه ان انت رايد استقرار جدا، ولكن عندك عوامل افضل او عوامل نفسيه افضل، الصحه افضل، الوضع احسن في حاجات كتير، في حاجات شغله بالك وبتسال نفسك فيها كتير، لا الوضع بيبدا معاك يتحسن. تعالوا في الاول نتكلم على مراحل وجود القمر. يعني يوم 15 واول ساعات من يوم 16 القمر موجود في برج الاسد. يعني ليك ايه ده؟ يعني ليك ان انت هتكون او هيكون الوضع الطف اهدى، انت محتاج تكون هادي، محتاج ان انت تقعد تفكر بطريقه سويه، لازم ان انت الامور الصعبه او الامور اللي ليها علاقه بان انا التسرع في اخذ القرارات، لا ده شيء سلبي لازم تبعد عنه بشكل كبير جدا، ولازم تحضر نفسك في خلال الفتره دي للفتره اللي بعدها اللي هو بقيت يوم 16 ويوم 17. ليه؟ لان القمر موجود في برج العذراء، برج داعم ليك لانه برج ترابي، فداعم ليك بشكل كبير جدا، في خطوات مميزة وقوية جدا ليك، في حالة من التميز، حالة من الإيجابية، حالة من الدعم، حالة من اتخاذ القرارات الصائبة، عندك كمان أشخاص بيوقفين معاك بيدعموك بمواقف كثيرة جدا، اتصال بشكل قوي في خلال الفترة دي، ربط الأحداث ببعض، الخروج بنتيجة مميزة في خلال الفترة دي. بعد كده يوم 18 ويوم 19، الفترة دي بالنسبة لك صعبة. صعبة فترة القمر موجودة في برج الميزان، فترة لازم تخلي بالك من تغير القرارات، من تقلب الأحداث أو تقلب بعض الأمور، ده هيخليه ان انت عندك نقاط شوية فيها استفزاز او بعض الاستفزازات اللي تتعرض ليها. خلي بالك من الاستفزاز، خلي بالك من المشاكل اللي ممكن حد يحطك فيها، خلي بالك من الغيرة والحقد والحسد خلال الفترة دي ويوم 20، لان كمان استكمالا اللي بساعات الاولى من يوم 20 ويوم 20 و21 وبداية يوم 22 القمر في برج العقرب. ففترة 20 21 22 فترة القمر في برج العقرب فترة حلوة، فترة فيها الأمور بتمشي، بترجع ان انت تعيد ترتيب أمر ما، بتعيد تفكير أكتر، بتحاول ان انت تخلص من بعض المشاكل، إلا ان يوم اللي هو بقيت يوم 22، لأن انت من أقدر أقول من ظهر يوم 22 القمر بيروح لبرج القوس، فبالتالي بنبدأ فترة صعبة اللي هي هتكون يوم 22 23 بداية يوم 24. يعني ده بقى دخلنا في الأسبوع الرابع. ولكن المهم الفترة دي شوية صعبة، شوية فيها نوع من أنواع التقل أو الأسئلة الكتير أو الاستفزاز الأكثر أو بعض الخلافات. بالنسبة لي الأسبوع بشكل عام عندنا الوضع عامل إزاي؟ إحنا طبعا كوكب المريخ بيدي تأثيرات ليها علاقة بالزيادة في الدخل المادي، زيادة في الفلوس، في الراتب، في بعض الوضع المادي الأفضل للحصول على ميراث، الحصول على مبلغ مادي أيا كان إيه، عندك في دخل مادي حلو. بالنسبة لي ان كوكب عطارد هيكون في حركة امامية، بيبقى عندك نوع من انواع التأثيرات الصحية، يعني اللي عنده مشاكل صحية لا بيكون عنده استشفاء، مطالب بعملية جراحية، مطالب بحاجة لا ممكن الوضع يستحسن علاج اكتر، فعندك تحسن، تحسن نفسي، تحسن صحي، تحسن في الفكر، تحسن في الخيارات، في الاختيارات، في التعاملات، عندك تحسن بشكل كبير، وده اللي بيبدا معاك من يوم 21، لكن بتبدا تحسه من يوم 22، وده بيأثر كتير على مرحله وجود القمر في برج القوس انه يلطف الاجواء. طيب بالنسبه لي الوضع العام بشكل قوي، الوضع المهني، الوضع المهني انت عندك ان انت بتجري على مجرى الاحداث، بمعنى ان انت بتسعى على ان انت تكون افضل في الناحيه المهنيه، على انك تثبت مكانه، على ان انت بتحاول ان انت تكون الافضل، انك تكون الاحسن. عندك بعض الاستفزاز في الوضع المهني، اشخاص بيحاولوا يستفزوك، اشخاص بيحاولوا ان هم يثيروا انتباهك بطريقه سلبيه، فلازم تكون على يعني وعي كبير بالناس اللي حواليك، على وعي كبير بالشخص اللي بيستفزك ده بيستفزك ليه. احيانا كتيرة بيكون فيها برج الجدي اشخاص بتحاول تستفز وهم نفسهم متغاظين، هم نفسهم متضايقين من حاجة، فبيحاولوا يستفزونا، قال يعني بيطلعوا غل من جواهم فينا. لا خلي بالك التجاهل او ان انت ما تبينش ان انت بتتأثر باي استفزاز هو بيوجهه لك، لان ده هيسير
عصبيتهم اكتر، هيثير استفزازهم اكتر، هياكلوا في نفسهم اكتر. فخليك انك تكون بتميل الى البرود، برود الاعصاب في اوقات كتير من مع الناس دي بالذات. الوضع المادي المرتبط بالوضع المهني، ان عندك الوضع المهني افضل، في تحسن، في فلوس جايه لك، في ان انت بتعلى بمرتبك، بتعلى بمكان، بمكانه مهنيه، فالوضع افضل كتير وليه تاثيرات على الامور الماديه، في فلوس بالنسبه لك جايه لك. بالنسبه للامور العاطفيه، عندك ان انت بتتمنى كتير استقرار عاطفي، كتير بيتمنى ان هو يتجوز النهارده قبل بكره، كتير بيتمنى ان احنا مخطوبين لا يلا نتجوز، ليه خطوبه؟ ليه على طول يلا. فعندك استقرار عاطفي، عندك ان انت عايز توصل لان في شخص يبقى سعيد معايا وانا سعيده معاه ونكون اسره، عايز تعمل ده جدا جدا. انت في اشخاص بتفكر فيك بالطريقه دي؟ اه. هل انت هيجي لك ارتباط في خلال الفتره دي؟ اه، لانها فتره او الاسبوع ده بيكون في تحسن علاقات بشكل كبير وتميز. عندك الاسبوع الرابع افضل في ان الشمس لما تروح لبرج السرطان الوضع هيكون افضل كتير، فبيبدا يحسن اجواء كتير مختلفه. الى ان بالنسبه للاسبوع ده انا بعتبره ان هو اعاده للترتيب، اعاده لتنسيق الامور، تخلي بالك من القرارات والتسرع في القرارات، لان عندك تغيرات بشكل مستمر، تغير في قرار، تغير في ان انت بتقول اه انا فهمت الشخص ده، وترجع يحصل موقف تحس ان انت ما فهمتهوش، اه انا عرفت الشغل هعمل ايه بالظبط، وترجع بعد كده تسأل ان انت مش عارف هتعمل ايه او تتصرف ازاي. فلازم تكون حريص جدا على ان انا ما اقولش خلاص او اقول انتهينا او لا، خلي بالك ان الباب مفتوح قدامك للتغيير، لان كل حاجة بتتغير. الامور العاطفيه، عشان كنا بنتكلم في الوضع العاطفي، انت عندك خطوبه، عندك زواج، عندك بدايه عاطفيه. للناس المرتبطين بالفعل، انت عندك ان انت عايز مولود جديد، او بالفعل في مولود جديد عندك، فعندك حاجه ليها علاقه ببدايه جديده في العلاقه العاطفيه، بتقوي العلاقه دي اكتر. وللناس المنفصلين، الماضي عايز يرجع لك اكثرهم من الابراج الناريه، انت عايز ترجع لمين اكثره؟ للابراج الهوائيه. فده بالنسبه لي للرجوع. يعني برج الجدي، انا بتمنى كتير ان انا اكون في توكم، بس انا عايزه اقول بس نصايح كده بشكل سريع. اول حاجه انا قلت لك على موضوع القرارات، ان احنا ما نتسرعش فيها لانها متغيره، بس اللي انا عايزه اقوله ان انتوا يا ريت ان احنا يكون عندنا حاله من الاهتمام بنفسنا. طبعا برج الجدي بيحب جدا الاهتمام بمظهره، ولكن الاهتمام بنفسك من الناحيه النفسيه، من الناحيه الصحيه، بنظام الاكل، بنظام المشروبات، ونظام النفسيه اللي ليه علاقه بالتغيير، الشكل، تغيير المظهر، تغيير الستايل، تغيير ديكور. يا ريت ان احنا بايدينا نعمل ده، لان ده هيفيد كتير وهيساعدنا، ونخلي الاسبوع ده هو عامل مساعد او اسبوع مساعد للاسبوع الرابع. لو عملنا ده هنحقق انجازات كتيره خلال الفتره اللي جايه. برج الجدي، انا بحبكم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.